لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قوله تعالى: والذي أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم بمعنى بل، بل لهم شركاء، بل لهؤلاء المشركين شركاء، أي في شركهم وضلالتهم، ابتدعوا لهم من الدين والشرك ما لم يأذن به الله. فأول من غير ملة إبراهيم عليه السلام هو عمرو بن لحي، وكان هذا الرجل أحد ملوك قبيلة خزاعة، هو الذي عياذا بالله غير وبدل ملة إبراهيم عليه السلام، فهو أول من سيب السوائب وابتدع لهم السائبة والوصيلة والحام، وهو الذي جعل قريشا تعبد الأصنام، وجعلت الأصنام حول الكعبة هذا الرجل، ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يجر قصبه في النار، قصب يعني أمعاءه، وجده يعذب في نار جهنم. هذا الذي غير ملة إبراهيم عليه السلام، وهو الذي ابتدع لهم هذه البدعة وشرع لهم هذه الضلالات. فيقول سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، بل لهؤلاء المشركين بالله شركاء في شركهم وضلالتهم، ابتدعوا لهم من الدين والشرك ما لم يأذن به الله. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، يعني ولولا قضاء الله وقدره بإمهالهم وأن لا يعجل لهم العذاب في الدنيا لقضي بينهم بالعذاب. وإن الظالمين لهم عذاب أليم. الظالمين هنا معناها المشركين، المقصود الظلم الأكبر، الشرك بالله. وإن المشركين بالله الكافرين لهم يوم القيامة عذاب مؤلم موجع. ترى أيام محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الظالمين أي الكافرين مشفقين مما كسبوا، يعني خائفين من عقاب الله على ما كسبوا في الدنيا من أعمال خبيثة، وهو واقع بهم أي العذاب يوم القيامة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. الذين آمنوا بالله وأطاعوا فعملوا الصالحات في الدنيا لهم يوم القيامة روضات، الروضات يعني البساتين، في روضات الجنات يعني في بساتين الجنات وقصورها ونعيم الآخرة، لهم ما يشاءون عند ربهم، يعني لهم ما تشتهي أنفسهم عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير، أي الذي أعطاهم الله، ذلك الذي أعطاهم الله
من الفضل والكرامة هو الفضل الكبير العظيم الذي لا يوصف ولا تهتدي له العقول. ولذلك الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي ذلك الذي أخبرتكم به أيها الناس من النعيم والكرامة في الآخرة، هو البشرى التي يبشر الله بها عباده الذين آمنوا، أي آمنوا في الدنيا، آمنوا بالله وعملوا الصالحات فأطاعوه سبحانه. قل لا أسألكم عليه أجرا، أي قل لهم يا محمد لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة والذين يشكون فيها، قل لهم لا أسألكم على دعوتي وإبلاغي وإنذاري أجرا، لا أريد عوضا عن ذلك من الدنيا إلا المودة في القربى، يعني إلا أن تودوني بسبب قرابتي منكم، وكذا أيضا تصل الرحم التي بيني وبينكم. ومن يقترف حسنة، يعني من يكتسب حسنة، نزد له فيها حسنة، يعني يضاعفها الله بعشر أمثالها فصاعدا. إن الله غفور شكور، سبحانه وتعالى غفور لذنوب عباده وشكور لحسناتهم، فإنه يزيدها ويضاعفها سبحانه وتعالى. أم يقولون افترى على الله كذبا، بل أيقول هؤلاء المشركون اختلق، افترى بمعنى اختلق، اختلق محمد الكذب على الله فجاء بالذي يتلوه علينا اختلاقا من عند نفسه. فإن يشأ الله يختم على قلبك، يعني لو فعلت ذلك لطبع الله على قلبك. وهذه لو هنا يعني للاستحالة، لو فعلت ذلك، فهذه استحالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتري على الله الكذب، إنما بلغ عن ربه البلاغ المبين. وقد جعل يقول للصحابة رضي الله عنهم في حجة الوداع: وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت، صلى الله عليه وسلم. فجعل يقول صلى الله عليه وسلم ويشير للسماء: اللهم اشهد. فأنزل الله قوله: اليوم أكملت لكم دينا وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ، فالله يشهد له بأنه بلغ، لأنه أنزل سبحانه وتعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم. إذن بلغ صلى الله عليه وسلم ولم يكتم شيئا صلوات الله وسلامه عليه. فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. ويمحو الله الباطل، يعني يذهبه ويمحقه، ويحق الحق بكلماته، أي التي لا تتبدل ولا تتغير، وبوعده الصادق الذي لا يتخلف، إنه عليم بذات الصدور، أي بما في قلوب عباده لا يخفى عليه شيء، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يعني إذا رجعوا إليه. توبة بمعنى الرجوع، تاب العبد إلى ربه، يعني رجع إلى ربه، رجع إلى ربه عن الشرك إلى التوحيد، وعن الكفر إلى الإيمان، وعن المعصية إلى الطاعة،
فإذا رجع العبد إلى ربه وتاب قبل الله توبته، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، أي ما تصنعون من خير وشر، لا يخفى عليه شيء، وهو مجازيكم على ذلك أو مجازيكم به سبحانه. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات استجابوا لربهم، استجابوا لربهم لما دعاهم إليه وينقادون له. ويستجيب يعني المؤمنون يستجيبون لربهم، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، استجيبوا، فأهل الإيمان استجابوا. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، أي توفيقا ومضاعفة في الثواب. والكافرون لهم عذاب شديد، أي يوم القيامة. ثم يخبر عز وجل عن حكمته سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده، أي وسعه عليهم، لبغوا في الأرض. لبغوا في الأرض أي أشرا وبطرا وطغيانا، يعني يطغى بعضهم على بعض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، يعني الله عز وجل ينزل أقدارهم بقدر سبحانه وتعالى، بقدر ينزل بقدر يكفيهم سبحانه وتعالى. إنه بعباده خبير، خبير يعني بما يصلحهم، وبصير بتدبيرهم وتصريف أحوالهم. وهو الذي ينزل الغيث، أي المطر، هو وحده سبحانه وتعالى، فيغيثهم عز وجل، لذلك سماه الله غيثا، غيثا يعني مطرا، يغيثهم الله به من بعد ما قنطوا، أي من بعد ما يأسوا من نزوله، وينشر رحمته أي في خلقه. وهو الولي الحميد، أي الذي يتولى عباده بإحسانه وفضله، والحميد أي المحمود في ولايته وتدبيره. ومن آياته، أي الدالة على عظمته وقدرته وسلطانه، خلق السماوات والأرض، يعني على غير مثال سبق، وما بث فيهما من دابة، بث يعني نشر، وما نشر فيهما من دابة أي من أصناف الدواب. وهو على جمعهم، يعني بعد موتهم لموقف القيامة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، لا تعذر عليه شيء، قدرته مطلقة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني أي مصيبة تصيب الإنسان في دينه أو دنياه فبما كسبت أيديهم، أي من الذنوب والمعاصي والآثام. ويعفو عن كثير، يعني ويعفو لكم ربكم عن كثير من السيئات فلا يؤاخذكم بها. وما أنتم بمعجزين، يعني وما أنتم بفائتين الله وبمعجزين قدرات الله سبحانه وتعالى. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، يعني وما لكم من دون الله من ولي يتولاكم، يتولى أموركم، ولا نصير ينصركم ويدفع عنكم المضار. هذا هو التفسير الإجمالي لهذه الآيات. أما هدايات هذه الآيات أنه لا يجوز للإنسان
أن يتبع أحدا في ضلالة ولا في بدعة، ولا يجوز لأحد أن يتبع أحدا في تشريع لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، ولو فعل ذلك معظما عياذا بالله، يعني يعلم أن هذا يخالف ما شرعه الله ويتبع ذلك معظما ويراه أفضل مما شرعه الله أو أحسن أو أنه مساو لذلك، كفر، يدخل في الكفر عياذا بالله. كذلك أيضا من هداية الآيات أن أهل الإيمان يوم القيامة في روضات الجنات، وأن ذلك هو الفضل الكبير العظيم، وهذه من البشرى التي يبشر الله بها عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا الرسل لا يسألون الناس أجرا على دعوتهم وعلى تبليغهم، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أخذ الأجرة على القربة، يعني إيه مثلا يؤذن بأجر، يؤم الناس بأجر، يخطب لهم بأجر، يحفظهم القرآن بأجر، هذا قد اختلف فيه العلماء رحمهم الله، فمنهم من منع وقال لا يجوز أخذ الأجرة على القربة، ومنهم من جوز، والتجويز هو القول الراجح إن شاء الله تعالى، إذا كان رزقا للإعاشة، إذا كان رزقا للإعاشة، خاصة إذا كان هذا الأجر من الدولة، وإلا ضاعت هذه الفروض الكفائية أو الفروض العينية، ضاعت، لأن لو إمام المسجد مثلا أو المؤذن أو الذي يعلم الناس القرآن قلنا له اذهب وسع على رزقك كبقية الناس، إذن فمن يقوم بهذه الأمور؟ فستضيع. لكن لو أنه حبس نفسه على ذلك وأخذ أجرة للإعاشة كرزق للإعاشة فهذا جائز إن شاء الله تعالى، وهذا هو الصحيح. والأفضل في الدعوة أن تكون مجانا، كما علم العبد مجانا يعلم مجانا. كذلك من فضل الله أن الله سبحانه وتعالى يجازي عبده ويزيد إن عمل حسنة يجازيه عليها بالفضل بعشر حسنات فصاعدا. كذلك أيضا الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق فيما بلغ عن ربه سبحانه. كذلك الترغيب في التوبة، وأن العبد إذا تاب فإن الله يتوب عليه ويقبل توبته سبحانه وتعالى. كذلك من الشهادة للمؤمنين أنهم مستجابوا لما دعاهم إليه ربهم سبحانه وتعالى، والله عز وجل سيزيدهم على ذلك من فضله. كذلك الحكمة العظيمة التي يبينها سبحانه وتعالى أنه عز وجل ينزل من رزقه لعباده ما يكفيهم، ولو وسع عليهم فوق ذلك فإنه عليم بعباده لبغوا في الأرض، لكان البغي بغي بعضهم على بعض، وطغيان بعضهم على بعض، وظلم بعضهم لبعض، ولبطر الإنسان وتكبر بسبب هذه النعمة. لذلك الله عز وجل يقول إنه بعباده خبير بصير، والإنسان يحاول
ألا يجعل همه الدنيا، يعني لا يكون كلامه في الأكل والشرب والدنيا والمعيشة مش عارف وكذا وكذا وكذا. المؤمن يجعل كلامه فيما يقربه من ربه سبحانه وتعالى، يعني لا يتكلم عن الدنيا كثيرا، لأن العلمانية هي قائمة على إشغال الناس بالدنيا المادية، إن ربط الناس بالمادة وليس بالله سبحانه وتعالى، فيكون إغراق للناس في أمور الدنيا وأمور الحياة وكذا وكذا وكذا. إنما المؤمن همه الأكبر هو مرضات الله سبحانه وتعالى، ومهما كانت الأمور فإن لك رزقك وسيأتيك، خاصة الذي يصبح والآخرة همه. فهذا سبحان الله اللي يصبح والآخرة همه يكفيه الله عز وجل ما أهمه، أي حاجة ربنا يكفيك إياها، ويأتيك من الدنيا وتأتيك الدنيا وهي راغمة. لو الإنسان يصبح الآخرة هي همه، فيكفيه الله عز وجل ما أهمه. وفي الحديث القدسي: عبدي تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى، أملأ صدرك غنى. فالعبد يملأ الله عز وجل صدره غنى إذا تفرغ لعبادته، وأسد فقرك إذا كان الإنسان يتفرغ معنى يتفرغ مش معنى أنه يترك المعاش ويترك السعي، لا، إنما هو يأخذ بالأسباب، ولكن همه الأكبر هو مرضات الله سبحانه وتعالى، وهمه الأكبر هو الآخرة. ويسأل ربه عز وجل ما له، يعني حتى إن ظلم إن لم يأخذ حقه في الدنيا فهو مظلوم، سيأخذ حقه في الآخرة. ويسأل الله عز وجل ما له. والله سبحانه وتعالى وحده هو الذي ينزل المطر، وهو الذي يغيث عباده سبحانه وتعالى، فليسألوا ربهم عز وجل ذلك. كذلك العبد يتفكر في آيات الله، فانظر إلى خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة سبحان الله، يعني الأرض فيها أنواع الدواب، وكل دابة سبحان الله في خلقها تختلف عن الأخرى، يعني هي يعني مثلا شوف مثلا الكلب مثلا أو الذئب أو الثعلب، شوف منظره إيه مثلا في أفريقيا، وشوف منظره إيه فوق في القطب. ربنا خلقه عشان يقدر يتأقلم مع البيئة اللي عايش فيها، ده مخلوق بخلق وده مخلوق بخلق. لو خدت الذئب اللي عايش في أو الثعلب اللي عايش في أفريقيا ده وديته القطب يموت هناك يتجمد، ولو جبت اللي عايش في القطب عايش في أفريقيا يموت، استحملش الحر سبحان الله. فده خلقه الله بخلقة يستطيع أن يتحمل بها العيش هناك، وده بخلقه الله بخلقة يستطيع أن يتحمل العيش هنا اللي هو الحر. فسبحان الله وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا شاء قدير. الذنوب والمعاصي سبب كل شر، أي مصيبة تصيب الإنسان يرجع على نفسه، أصيب بذنب يفتش في نفسه، أي مصيبة يصاب بها الإنسان في دينه أو دنياه بذنب يفتش في نفسه، ما الذنب الذي اقترفه الذي كان سببا في هذه المصيبة، فيتوب إلى ربه
ويحدث توبة ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. وقدرة الله عز وجل مطلقة، وليس هناك أحد يعجز الله ولا يفوته، وإنما هو قادر عليه سبحانه وتعالى. وهو عز وجل سيجمعهم ليوم القيامة، يحاسبهم على ما قدموا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والله أعلم، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.